السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الثلاثاء 19/12/2023، نحن الآن بسوق الغنم في مدينة معرض المصريين. شلونك ابن العم، شخبارك حبيبي؟ الله يسعدك. عشار الغنم هاي ما شاء الله، اللهم صل وسلم على نبينا. ما شاء الله، شقد طلبت من العم؟ والله طالبين 3.5 ل4 رقاع. ما شاء الله تبارك، اللهم صل وسلم على نبينا. في برود بالسوق اليوم ها؟ والله انا عملت فتله قبل ما ابدا تصوير، يعني السوق مهدي. مهدي السوق. مهدي والله. طلعت السوق والدلاله اللي تسوم سوم عالي، زاد ترى تخوف يعني. يعني السوق يطلع، السوق يطلع 50 دولار، الدلاله تسوم 250 دولار. لازم الناس تهدي. 250 يسمونك 3.5. اي نعم، اللهم صل على محمد، الله يبعث الخير. غنم عشر ما شاء الله يا شباب عند اخونا ابو علي الابرزي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناه يا شباب، اضغطونا على زر الاشتراك وزر الاعجاب. بدانا تصوير قبل ما بدا، عملنا جوله بالسوق قبل ما نبدا التصوير. فالسوق يعني شباب شوي مهدي يعني عن قبل شوي. لا لا مو هابط، مو هبوط كسر. ساعات طيبة يا حجي، بس السوق لب لبة، هاللبة هاي هدت شوي. ايه ولحد الآن السوق زين ابن العمها، ترى ما هو سيء. السوق مهدي شوي بس مهدي عن أسبوع زمان بس. اي نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد طلبت بين ابن العم هذا الناس؟ والله طالبين 3.5 والبيع ب 3.4 يعني حال. نعم، فتايه كلها، فتايه وكلها ما بنهر ولا سبع حتى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. لا لا السوق زين يا شباب، ما هو سيء. لا احنا نقول السوق زين، لكن مو الاسعار كانت لابه، وهي شغله كويسه للسوق. هي طلعت الاسعار وقفت. ترى ابن العم، ترى يعني تهدئه السوق زينه للسوق مشان الناس تقدر تشتري. لانه اليوم العجل البلديه اللي بتصير، العجل البلديه العاديه تصير ب 450 دولار، من اللي راح يشتريها؟ زاد الغلاء يخوف. الغلاء مثل الرخص. نعم. احسن شيء التوسط. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا. اريد مثلا سعر تثبت اخي، مثلا انا العجل 250 300. والله عاد هذا المسعر الله. ما حد يقدر، ما حد يقدر يحكم الاسعار. الاسعار والاعمار بيد الله. الاعمار والاسعار بيد الله سبحانه وتعالى. الله يجزاك الخير ابن العم. الله يخوش خراف، قسم بالله هاي بقد بعضها ربطه وحده. ما شاء الله تبارك الله. فرادي طيبه هاي. اي والله. هذا مش شاربطه تمام. ابو الحليب وشمانه العلج. راويات الحليب هذا. اللهم صل على محمد. ايش قد سمتون عمي بس عاد؟ والله سوى 250 دولار. الطلب 250. ما اعطوكم شيء، ما اعطوكم. والله يدفعوا لنا 45 حتى اوكي. شو 45؟ 4500 زيف يعني، زيف مو على الكيلو يعني. راعي يقول من طينه بالبيت 257. والله خوش خراف ما شاء الله تبارك الله. يعني يعني على الكيلو ايش قد حقن هذا عمي بس عاد؟ والله لازم 3 دولارات ونص هذا لنا. 4.5 دولارات. والله خراف ما شاء الله. عم ابو شادي ايش قد بهن وزن هذن تقريبا؟ والله يمكن لك 4.5 ما يوفر مع ما يقرب من 5000. اللهم صل. بس الطرايه يا ابو اسعد، الطرايه ما وزنها يطلع 37 كيلو لازم ينزل بعضها. بس خوش خراف والله. الرباطه صراحه وحده بوحده. اي والله. يجن يوم عن يوم هذا. بس ب 4.5 ما يقرب 5700. اي نعم. اللهم صل. سعر طيب ترى. 57 سعر طيب. وسومتك على 4.5، 4.5 دولارات الكيلو ترى على موجب السوق عادية يعني. يعني عادي. اي نعم، الناس تسوم أكثر من الشام شوي. اللهم صل على حلوات والله خوش بضاعة، البدو يربط يا شباب. ما يزبط معاه الكيلو. ما يزبط معاه. أنا خسر اللي بدي بيع الكيلو. يعني اليوم دافعين 4500 بهن؟ ايش قد؟ 5700 بالبيت. ايه. هين من طين وانطوه 4500. 4500 بالسوق. ما فرق زايد. نعم، ايش قد يطلع على الدولار عمي ابو شادي 4500 تقريبا؟ يطلع 152 155 دولار. هسه بالسوق اذا حد حصل 170 يشترين ركض. يشتريها. ايه. ما ينطي 155. ايه. ما ينطي يعني 170. خراف اللحم. اللهم صل على محمد. خراف. ايه خراف كويسة والله. رويانا اللبن والشعير. الصلاة والسلام على رسول الله. اللي بده خراف مثل هاي الرباطة يا شباب هاي تجي يوم عن يوم. الخروف بس شبع حليب حتى مناعته تصير زينة. يقاوم الأمراض أكثر. نعم. اللهم صل على محمد. الله يربحه يا ابن هولي. لا تفقد عصاق ما تقدر ترجع. لا حياك الله.
باعت الفطايم هاي عند اخونا حج خالد العرب يا شباب. اللهم صل على محمد. الفطايم هاي عند عمنا الدلال ابو محمد حج خالد العرب. عندك الدلال ترى. اللهم صل على محمد. حياك الله. حياك الله. هلا فيك. الله يحفظك. وش بطايم والله ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. الله يجعل وجهنا خير دائما وابدا. شلونك حج خالد؟ يا محمد. يا سلام محمد. يا خالد العرب. معك. شلونك عمي محمد؟ الله يحييك. اهلا وسهلا. شلونك شخبارك؟ اهلين ابوي. شلون صحتك؟ الله يرضى عليك وصحتك. اللهم صل على محمد. اليوم الحمد لله السوق زين والتجاره الحمد لله خير بفضل الله. ان شاء الله دائما وابدا. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. رش براجير يا شباب. فطايم حلوات ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يبارك فيك. والله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. جبناها ب 41 واجرها 4100 ريال. اللهم صل وسلم على حياك الله يا ابو حسن. هلا بيك. الله يحفظك ويسلمك. يا هلا بيك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حيا الله ابو حسن. هلا بيك حبيب. الله يسعدك. هلا بيك. الله يبارك بعمرك. والله والله لو انه هو ما قدرنا فيه. لا والله بضاعة ذهب والله. شبات الرش العالم ترى معاها 10 داخل. و10 هنا. 10 كبار. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. هذن معاه يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. صار لنا ب 4100 ودلالتهن. ما شاء الله تبارك الله. البضاعة هاي. هذن 10 وهذن الأشكال الثانية. 6 يا حج. اللهم صل على محمد. 6 ربع حصل. وش دغالي؟ لا لا ما نصحى. يا حج خالد انت عراس. انا تبيعون على الكيلو؟ ابو حمزه بيعطوني 600 دولار. 600 دولار بتجوز؟ دقالي والله خشنات. ها ما يوفر. ما يوفر على الكيلو. ما يوفر 4100 دولار. ابو محمد ايش قد بين وزن هذا ما شاء الله؟ والله حطنا 70. اللهم صل على محمد. والله كويسات حلوات ما شاء الله تبارك الله. خاف يجي. خاف 150 كيلو. اي اللهم صل. تقديرها ما زلنا. اللهم صل. ايش قد سمت هالفطايمه ابو محمد؟ هالوراد صغيرونات. والله هذا النجوز عم يعطوني فيه 73. هاي الحمراء والسوداء. 3650. اللهم صل. انا الان شو رايك؟ اي نعم. هذا ما انطونا شيء. يا حاج خالد. محمد. يا محمد. الفطايمه الشباب يمكن كان بينات بين الناس مو بين لا خشنتن ولا شكل. انباع ب 4000. و100 ليره تركي ودلالته. ايش قد يطلع ابو عبد الله؟ 4100 تقريبا يعني. يعني ايش 141 دولار تقريبا. مو ابو عبدو انت ربيت فطيمه. ايش قد بهن وزن هذنا تقريبا يعني؟ ايش قد يطلع وزنها؟ يا علي والله لازم 35 يعني بجوز تحت شوي. الوقت الله اسمع. هذيك العشره بيكسروا 5 وقت. هذيك العشره اقوس من هذول. جن قاموا يفكون بهن. قاموا يجي غنم عشار يا شباب عند عمنا ابو محمد حاج ديب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك والضرار طيبه ما شاء الله. جايك عمي ابو محمد. عندك هاي ما شاء الله تبارك الله. هاي جنس. هاي ما شاء الله تبارك الله. هاي اذا تلاقي لها فحل طيب ما شاء الله تبارك الله. دحين صلي وسلم على نبينا محمد. وهاي معاه مو عمي محمد. ما شاء الله تبارك الله. الصلاه والسلام على رسول الله. ما شاء الله. ايش قد طالب بهن عمي ابو محمد الغنم كلها ما شاء الله؟ ضرارها زينه والله. الغنم ضرارها زينه ما شاء الله تبارك. الصلاه والسلام على رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. والله خوش ضره ابراهيم. الصلاه والسلام. ايش قد طلبت من عمي محمد؟ 3 ربع حتى. ما اعطوك شيء؟ ما والله كل واحد يدفع شيء. اي نعم. ابراهيم ايش قد بده انه يلد عمي محمد؟ يعني عن 15. اللهم صل على محمد. غنم زينه والله. غنم زينه ما شاء الله. كلها فتايه. لا هرمه لا شطور لا عوره لا شيء. نعم. اللهم صل على محمد. ولا معذوره ولا شيء. ولا معذوره ولا واحده. اللهم صل على محمد. والله ما شاء الله كل الغنم زينه. هذه الاخيره هذيك طيبه ما شاء الله تبارك. وهاي طيبه. اللهم صل على محمد. وهاي معاهن. هاي من ضمنهن. 350 دولار الحاله وما انباعت ما شاء الله تبارك الله. جهمه جهمه ما شاء الله. اي والله. الصلاه والسلام على رسول الله. حلوه والله عمي محمد ما شاء الله تبارك الله. ايش قد فصلتوا الحالة عمي محمد؟ فصلها 4 400 دولار. 400 دولار. 10 ايش قد ما شاء الله؟ شهرين ونص ما شاء الله. اي خلاف يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. جايك ابو علي جايك ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلص الرجال خلصوا. صلاة السلام. شلونك عمي محمد؟ شو اخبارك؟ اللهم صل على محمد. 18 راس. 18 نعجة. 18 نعجة. ايش قد ورا شنو ورانا خراف فطايم؟ 10 فطام.
نعم. وثمن خريف. ثمن خريف. ثلاثة أقلام. اللهم صل على محمد. وعشر ثلاث. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. جعل سوبن 375. 375 دولار. واحد عطانا شيء لسه. لسه ما صار بين 260 270. اللهم صل على محمد. أحسن من هيك. اللهم صل وسلم على نبينا. والله العشرة أقطاب. حلوات والله غنم بلدية. غنم بلدية وأسعارها رحمانية. ثلاثة وربع طلبت بهين؟ طلبنا أربعة لربع. أربعة لربع. بس ما حد عطانا شيء. بدك تهدي علينا شوي. أيوه. خلاص أنا من عندي طالب ثلاثة ونص خيو. عيني عليك توكل على الله. حلوات والله. ما شاء الله تبارك الله. لا هرمة ولا شطور. كلها فتاية. كلها فتاية. اللهم صل على محمد. خوش أبو. نعم. وعشرة فطار. نعم. 15 والدات، ثلاثة توام خيي. اللهم صل على ثلاثة متومات. وثلاث عشر، 18 راس. سبحان الله السنة الفطايم أكثر من الخراف على طول الفطايم أكثر منها هاي بركة إن شاء الله تبارك الله يا شباب هاي الخراف انباعت عند أخونا أبو أحمد اللهم صل على محمد هاي 220 دولار يا أبو حمزة ما شاء الله تبارك الله 220 دولار أبو أحمد 220 دولار 3200 دولار اللهم صل وسلم 10 أيام أخو النقدي أبو أحمد يعني من 45 فوق 45 وفوق ما شاء الله تبارك الله الصلاة والسلام 220 دولار اليوم اللهم صل وسلم على محمد شلون سوق الخروف الخام يا ابو احمد والله حركته جيده اللهم صل على محمد اليوم الوزن 32 33 ايش قد اسعاره تو بعناها وزنها يمكن لعند هيكل 34 35 فيها نعم جاي بعناها 52 5200 اللهم صل على محمد يا باقي فكر اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما شاء الله خوش خلاف يا شباب اللهم صل على محمد. 4 وربع يعني. بالضبط. ابو احمد اللي بده يربط له خروف احسن شيء ياخذ وزن ايش قد يعني؟ شرباطه من 37 فوق. من 37 فوق. 37 فوق هذه ممتازه. هذه على رمضان يعني؟ على رمضان يجي وحده بوحده. بس اقل من ثلاث شهور يمكن على رمضان ثلاث شهور؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور. اي نعم. 37 كويسه. اي نعم. الله يجزيك الخير يا ابو احمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد اخراف خاميه عند اخونا ابو احمد حجبها الناصيف طبعا انا اقول حجبها لا هو حج ولا زلات شباب صغيرون صغيرون عمر كبير قدر اللهم صل على محمد الحج خالد العرب حج خالد الحسين قمنا نخربط بين خالد العرب وخالد الحسين اثنين ام رياشيه 200 دولار انا ما بريد السومك لا بتطلع بعطيك الواقع دفع بكل راس 200 دولار الجمعه مو اليوم ولا امبارحه الجمعه 200 دولار يا ابو احمد اريد على الكيلو تماما يبيع الكيلو ابو محمد ما يبيع كيلو لا ليش سرحية ها خامي لو انه فيها عرق لحم ترى ما قصر والله يا ابو محمد عرفتك طيبه يا ابو محمد سر الخواريف قرن واحد. أنا والله العظيم شايف ما جات بالواحد. ليش ما بعت ب 200 طيب؟ ما توفي معاه. ما. طيب والله يعني. والله كل واحد داخل حق واحد جاي بالواحد. اللهم صل على محمد. ايوه سوق عادي هم ما استحقوا. محدودة مو؟ محدودة كثير مو شوي. اللهم صل على محمد. صاحبنا يدور بال الكيلو. مو 200. نعم. على جوالي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ايش قد بين وزن ابو محمد هالبضاعه والله من تحت ال 40 تحت بل 40 بل 40 بل 40 بس 7000 يا حجي والله ما قبنت وحطت علي يا عمي لك عين ريعيك والله العظيم لك علي ريعيك حلفت والله بس اشتغل بنور الله واعتبره لك عبد الباع بس مشيت على المبدا بترتاح وبتريح مشي على مبدا الخواريف لك انت عم تبيع بس يا ابو احمد يا ابو احمد احنا نريدين على الكيلو وابو محمد ما يمني والله ما توفي معي ما بهن وزن ما بهن وزن تحت جش اي هذا الحكي والله يا 35 يعني هاي لو انها ماشيه حبه خيوه شهر زمان والله انت ذهب يا ابو محمد يا ابو ما الخراف ضاع زينه والله قد بعض جرن واحد والله قاعد اقول لك هو اللي ياخذها ما يديدوا عليها ابدا ملقحات مداويات نهار الثلاث والله ارسلت اسم هذاك الدكتور شريف والله ايش قد فصلت النش يا ابو محمد؟ والله هيك انا 63 وانطوني 200 دولار ما صار نصيب وما نو علينا على 500 ليرة على الكل ما في الدنيا اللهم صل ما تمر بها هذا حج سالم يا حج سالم شلونك؟ محمد حبيبي الله يسعدك ايش قد قام تسوم الخراف هاي؟ والله تنسومها 4 و35 4 دولار و35 ما اعطوك شيء؟
دفع 4 و10. والله خراف زينة. ايش قد بيها وزنه محمد؟ ما شاء الله تبارك الله. بركة من الله. خوش بضاعة والله حلوة. مهدي السوق اليوم محمد؟ كل شيء كبار شوي. مدري عملنا الجو بارد. مدري عملنا اليوم ثلاثة. يجوز للجمعة ها؟ خوش خراف والله. والله خرب الصلاة على النبي عليه. لسه تعبي مو؟ لسه ترى في ماشي لها. ماشي. لسه ايه. مين بده يروح على الخلطة لسه؟ الخلطة مي ضاقتها. ايوه. لسه تعبي الخراف خشنة. الخلطة لسه مي ضاقتها. ايه صندوقك كبير. خروف هيكل كبير ما شاء الله. واسع. ايه تعبي لسه تعبي. اللهم صل على حياك الله. اللهم صل على الله. اي والله على الله يا محمد. الله يجزاك الخير يا حاج سالم. حبيب الله محمد الصلاة والسلام على رسول الله. جماعة العامرية كلهم يشتغلون بالفطيمة. والله ميت نعم منك والله. ايش قد طلبت بين ما شاء الله ابو محمد؟ والله عدنا الطبخ بنا 4000. 4800 ما طوك شيء؟ لسه ما انطونا الدنيا الصبح. اللهم صل على لسه اي والله تو الشمس طلعت. صاير الشمس تطلع 7:30 يا زلمة والله العظيم. والله. هالتوقيت هذا ما مدوخني. ايش ما اسري الاقي الشمس طالعه. اللهم صل على الله يجزاك بالخير يا ابو محمد. خوش فطيمه ايش قد العدد ما شاء الله؟ 13 فطيمه. موجودات عند محمد من العامريه يا شباب. عند بهاء موجودات عند بهاء؟ ايه عند بهاء النصير. اللي بده يعني شباب يقول يعطيني رقم بهاء والله كويس. تعال دحنون شوف. وعلى القد اللي يدها احيانا اشكاره تجي 30 35 40 الواحد ما يقدر يشتري. هذا منقيات هنا. اللهم صل على محمد. 13 راس عدد شويه مو كثير. الله يرزقك يا ابو محمد. اللهم صل على شوف لكم هالفطايمه السرحيه هاي ايش قد اسعارها اليوم يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شلونك ابو جهاد؟ هلا ميت ورده. شلونك شو اخبارك؟ صباح النور. وين شريكك؟ وين ابو حسين؟ موجود حبيبي. الله يسعدك. ايش قد سمت هالفطايم هاي ما شاء الله؟ والله هي جاي سوقها 4000. 4000 ليره؟ 4000. ما اعطوك شيء؟ والله ما اعطونا شيء اليوم. اه سوقنا اليوم ايه مهدي شوي. علي فمن اشاره فمن خلص وضحت. اللهم صل على محمد. يعني عم يطلب 4000 يا شباب يعني 33 34 لازم يبيع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خوش فطايم كويسات زينات يعني هاي اسعار الفطايم اللي مثل هاي اللي عند مليون شباب بسوقنا. الصلاة والسلام على رسول الله. يا رجب 2050. الله 2050 يا رجب. 2050 كويسة. والله كويسة. ايوب 2000 الله يبارك له. والله 8400 في التبيع. أنا 50 سوق خليان اليوم سوق زاحط اليوم نعرف كل الدنيا عارفة السوق زاحط 400 لا 200 يا رجب 200 لك ملمون عليك 200 رجب ملمون عليك فهمنا على الحلة برمى يا رجب سخال هذنا أبو جهاد جداية أربع جداية يعطينا 2000 من 2050 ليرة؟ إيه وقف ورجع على 500 درهم لك والله شراي هو الشراي بسعد فهمنا عاد؟ أعطينا 50 أربع جداية الراس ب 2050 ليرة تركي مع ميرضى الشارع يريد 2000 بس ماني خايف عليه 3200 هيا نحن 3200 200 يلا جبر على راسي يا الله 2050 الخلاف يعني على 200 ليره على 200 روبي على 4 ماني بايع يا ابو حمد شو ابو بايع هو ال 400 نعم اللهم صل على محمد على الله وزونا زاهر 250 نعم شلون ما كان حقنا ايش قد صار حقنا هذا الجدايه 2800 بالراس الواحد اللهم صل ثلاث جدايه ما شاء الله تبارك الله يعني على 300 بياعين ايش قد سمت هالفطايم هذا ابو والله هذا اللحم جعل سوما 4 دولارات 4 دولار على الكيلو ما اعطوك شيء 80 3 دولارات 80 اللهم صل على محمد ايش قد بين وزن هذا ابو جهاد؟ ها؟ ايش قد بين وزن؟ والله لازم بالاربعينات ما شاء الله تبارك الله رات والله الصلاة والسلام على رسول الله الاربعينات ظهر مليان مظبوط نعم اللهم صل على 40 من فضة باذن الله بالبرد الفطيمة تظل على صوفتها احسن من القصاص نعم اي نعم بس المنعمة لازم سوقها احسن مو؟ والله سمعتها ما شفت بعين سمعت انه مبيوعة ب 85 ل 90 اي نعم اليوم الخروف ايش قد قام ينباع ابو جهاد يعني؟ والله سمعت تو 24 مليون 24 هنا ماشي تبعيني اللهم صل ما سوق اللحم اليوم مهدي على خير هلا كلها هنا يعني اليوم نص وداع قربج فوق ال 100 راس عندي نعم بعت راسي نعم يا اخي الزود مو زين الطيران السوق مو زين يا حجي والله روح السوق
الرخص كلنا اشتغل. نعم اللهم صل. الدلال اشتغل واحنا اشتغل والبائع اشتغل والعرض اشتغل. نعم سبحان الله. يا دكتور شوف خذوا هاي 3000 دكتور ها؟ شامي خيوم لنا بلد يا مو 6.5 مو شامي مو شامي 6.5 لحم 6.5 لحم 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 لحم4000 حلو والله ما شاء الله تبارك الله مكفول ها مكفول اللهم صل على هذا اساسي يعني سويسري اساسي اللهم صل على 5000 ليره تركي اللهم صل في هدوء ها بالسوق هدوء ما ولا حدا يحط يده بايده ثاني الله يبعث الخير الله يبعث الخير يا محمد هذه بس ما ابو دابي ولا مستر الناس بالسوق بغلا شوي الحمد لله مو شين يا شباب السوق مهدي ما هو شين اللهم صل وسلم على نبينا محمد شو الشباب شوك عم ابو عواد شو اخبارك حبيب الله يسعدك اطفال هاي وينها وين وين امهاتها هاي امهاتها انا عجتين اذنا صلاة والسلام على رسول الله شو قد سمت اذن عم ابو عواد 900 مع طليان هنو طليان اللهم صل على محمد ايش قد اعطوك ما اعطوك شيء والله تبع مهم مو لايق على الجبهه السوق تبع مو ظابط نعم سوقنا مهدي شويه اليوم مهدي شويه احنا ترى تهديت السوق زينا من صالح الشاري ما هي مو مهدي تهديت اي نعم هو مو مهدي شويه هذا اللي عنده بضاعه يقول السوق شاد كل واحد يريد يعر السوق اللي عنده السوق مو مهدي تهديت الناس كانت احنا بس لو تهدي الاسعار شوي على الناس زاد الزبون بده يهدي شوي على السعر يا ابو حمزه اشتغل الحسار الاسبوع كاسه داخل شوي ما حد قاعد يشتري يا عم ابو اليوم لما تهدي الاسعار الناس تشتري يعني اليوم انا لما العجل البلديه تقول لي حق 450 شو اللي بيها؟ شو اسوي بيها؟ شو استفيد منها؟ 500 تجار السوق ولا ياخذها ب 500 وين بيش يبيعها؟ كله تجار يبتلي بيها وين يروح بيها؟ لا السوق زين مو شين مو شين مو شين السوق زين السوق زين زين لا لا زين زين السوق كامش 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 بس والله شايفه يشتغل على السوق هاليوم امسيات على الغرف لا تهدي بس انا عاد عملوا شوي كاش يا اخي تلقى الناس ليش كاش؟ ليش؟ لان الناس شوف الاسعار طلعت فوق المعتاد فوق المتوقع الاسعار يعني بس هاي اي نعم الله يبعث الخير بضاعة طيبة انا مع 10 شباب ما بين الغربية 10 4 3 اشهر ونص 4 ل 10 تقريبا على عيد 360 قبل الساعة سويتها فوق الأربعة غنم 10 شباب ما شاء الله تبارك نورك يا محمد ما أعطوك شيء عم بعواد والله أدفعهم أسعار 260 50 60 يعني مبينة زين سعر 250 و60 زين مقبول يعني بس عاد مقبول هو بس عاد شو مقبول اي نعم حسب مسواقهن يعني ورباعيات بيت ربع ما شاء الله تبارك الله سوقنا يعني شباب ما هو شين زين للشاري لما تهدى الاسعار شوي الواحد يقدر يشتري يعني اي نعم اي نعم غنم بدات غنم تريدها في جبل التجاره عفنيش قالت لا والله فتايه طيب فتايه غنم فتايه غنم فتايه ما شاء الله السنه الماضيه كان قراجيل هذا يا محمد ايدك هنا مش عود صلي على الحبيب ايدك هنا بعد الخميس الجاي الشباب مواليد الجمعة الجاية ورا ما يلحق العيد الضحية ان شاء الله قدر يشتغل ظل على عيد الضحية 6 شهور و3 يعني يومين او 3 لا تعيد الحج ها غيرك بنشوف الحج بس انت عزيز وغالي علي يشهد علي الله انت اخ اسمع لي خالص الغنم ولا بثلاث زي ما انت عذب 300 ما بيعرف 300 لا خلي لا والله ما بيعرف خلي صيد على الرسول حاليا بس هاي 300 ما بيع انت معدل يا مشعود يا مشعود امبارح بدينا غنم ولا غنم هاي والله 310 بعد غنم جرافيط بشوت ابو شمان
250 غنم كلها جل وشطة بره هربره. نعم صحيح. بالتالي مواليد يعني؟ مواليد 250 شطر وغرب. والله الغنم فتاية. غنم فتاية غنم طيبة هاي. السنة الماضية كانت قراجيلها. عاد اليوم ما بس شوف شوي. غنم فرد 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 لا لا فتاية فتاية الغنم كلها فتاية حطيت على الصح حطيت على هاي صورناها 4 ل 10 4 ل 10 شك شك دامت مشان ما شك 4 ل 10 شنو يشتغل؟ عنده تغير استوت شاي دحام شاش هذا شاي عمي ابو عواد صار نشرب شاي ونكمل سوقنا ما شاء الله ما شاء الله عمي ابو عواد الصلاة والسلام على رسول الله اذن لعمي ابو شامان ما شاء الله تبارك الله ايش قد طلبت من عمي ابو شامان ايش قد طلبت به 400 ما اعطوك شيء ما اعطوك 300 ما اعطوك امبارح بالسوق ولا اليوم بدانا اللهم صل على محمد فتاية مو فتاية هاي لازم تكون قرقورة هاي هي هاي اللهم صل على محمد الله يرزقكم يا عمي ما شاء الله على هاي الفطايم عند اخونا ابو الفوز الصلاه والسلام على رسول الله 4 دولارات عم يطلب على الكيلو فطايم سمان حلوات شلون هنا ابو عبدو شلون الفطايم اوعك تقول مو كويسه كانوا 15 بس كلهم كويسات كلهم كويسات لا لا كويسات كويسات كلهم كويسات اي نعم كويسات لون من كويسات تشتريهن لا خلص عاد اشتريت 4 اللهم صل على محمد اشتريت 4 دولارات وحيد فكر الله فكر الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد لكن حقه اسمع مني اسمع مني كل 90 اشتريت 4 لا ما بزيادة سعر السوق عشر السوق سعر السوق وبعت هاي فاتورة أبو موسى إيش قد بين وزن ما شاء الله فيها 47 موزناتها طيبة الله مصلى على محمد ما بيفرق ضعف خام يعني فرقنا 10 دولارات باع منهم بأربع ما بيعوا 90 يعني لقينا الجلب تركناه ما شاء الله تبارك اللهم صل على محمد يحل 4 دولارات عم يطلب الشباب عم يدفع 3 دولارات 90 مو 85 3 دولارات 85 3 دولارات 85 بالكيلو شباب البضاعة هاي 3 دولارات 85 ما شاء الله تبارك الله حلوات فطايم حلوات وجوه حلوات الصلاة والسلام على رسول الله على وجوه حلوات حجي انا عم دق الجدل بتركوه والله اعطيك اللهم صل وسلم على ابي قص قص والله اجي لك الله قص ما فينا لكله 90 يا حبيبي بدي احد يرد انا اعطيه حجي 4 دولارات نهايته اللهم صل وسلم على النبي عند اخونا ابو الفوز 4 دولارات اللهم صل وسلم على النبي محمد ما عمير يبيع تحت ال 4 دولارات والله ب 90 هذول انا ما عليش معك حق هلا ما معك خشانتها طيبة والله يا أبو عبد الله اللهم صل على محمد عشر ها؟ لا يعني الشهر ونص يعني الشهر ونص بداية احنا؟ اي والله اللهم صل على محمد 3 ونص ايش قد؟ ايش قد؟ 350 دولار على وضعه والله خشانتها زينة ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد الله يرزقك يا أبو عبد الله أبو العباس هذه صاحبنا هذه صاحبنا أبو إسماعيل اللهم صل ما بها عشر فاضي الغنم فيها ما تخلى فيها ما تخلى وفيها كبار إيه اللهم صل على محمد ايش قد قال لك ابو العباس ايش قد بده؟ 45 احنا بدنا 5000 وعفنان 4500 4500 ليره عم يدفع ابو العباس بدك تدير بالك من ابو العباس هذا لا تضحك عليهم شيب ترى هو اصغر مني ها هذا مو شيب هذا ايش ذنب؟ مو شيب والله غنم مال رباط يا شباب من زمان ما شفنا غنم مال رباط بالسوق عم تنباع على كرم الله مال رباط العربي على كرم الله لحم قاعد نبيع على الدوام قيمة لحم وصلناها لابو عباس 48
إيه نعم. ما نتفل لا سن ولا بتعشر. نعم. من العشرين واضحة. نعم. عشرين عجل. ما شاء الله تبارك. 20 راس شباب غنم بلدية قام تنباع قيمة لحم بس. من زمان ما شفنا غنم عم تنباع قيمة لحم. عند أبو عمر تويني الحديدي. لا والله ما أنا قلت لك لا بخمسة ولا بستة. 46 ولا لا؟ لا بدي أسولف هالك الماني. اسمع جاي. والله اسمع جاي. غنم بلدية. مشان ما حدا يمشي. عم تنباع قيمة لحم. 4600 ليرة. بيش حلف بيش حلف بيش حلفت بيش حلف راس حماتي راس حماتي وجعي حلف بيعوا يا خلص الزلمة حلف الحمات احلف بالله يا عزين احلف بالله خلص معاد مشان الله ينشاك خير خلص معاد 46 خلص منك عليك وعلى هالزلمة بس للزلمة منك ما بشتري والله هيا والله منك ما بشتري هيا جاي يقول له 8 واني فصلتها منت عليهم كل واحد مني تحت خلص منك ما بشتري من هالزلمة منك ما لي شيء والله لا اصعب منك ما في والله لانك رجعت داهق داهق ابو عمر يا ابو عمر مو انت قلت له والله معاد أنا شفته الله مع الجميع إن شاء الله الله معنا جميعا الله يبارك لك سبعة ستة لا والله يا ابو العباس طلع منها 2-3 اشهر والله لازم ما حدا معي كلكم معه تحت جاي أنا معك 24 وهي معك أنا معك اشترينا وأنا شريت شفت الخسارة خلص معاد خلص معاد خلص معاد ظهورها والله الأحمر خلص معاد يا أبو العباس يقول لك أنا شريكك بالخسارة إذا خسرت راجعه عين راجعه ايه؟ بعد ما يا خلص مو قال أنا شريكك بالخسارة روح خلص روح والله فين تخسر معك أنا يا ابن الحلال ما تخسر لحم لا طلع يا أبو العباس لا يا أبو العباس يا أبو العباس والله ما تبغى تقوم سبعة والله ما جاي خلص بسبعة خلص بسبعة غيره ما يجي سبعة أبو العباس سبعة خالصة لا تخذ المي هو يمال الزلمة أطيب مني بعد بستة ولا لا كلها تقوم تبونوا علي حتى لا نص أبو العباس لك سبعة تطلع خالصة يا رجال سبعة خالصة لا خلص واحد ما نعرف أبو عباس صليت على النبي أنا من الثلاثة بدي أكارمك ما بقيت خلص يا إخوة لا السبعة لإيده لا تميني اللي عدلها لا خالص خلطها مع الحلال خلاص توكلنا على الله لا اله الا الله توكلنا على الله ولا ما نراد على حد الا عليك لك خلص معك يا حاج 6:30 يا والله ما نراد على حد الا عليك ما بسع معاملتك يا زلمه والله 4-5 سولفون يقولوا ما البيزار لازلمه لا والله يا ما بصح لهم صيح بدي صيح لهم بدي حامل البيزار هاي مين شغلتك معي انت تضحك علي لا ما تضحك عليك يعني بدي قاعد ابيع جيب هذا وطلب ابو عباس لك حلال بدنا نبيعه خلص معاد خلص معاد له افرطها افرطها ابيعك ب 50 الحاس دير ظهرك امشي خلص معاد الله يبارك له الله يبارك ان شاء الله الجراحات الله يبارك لك تقدر اقول لك الله يبارك لك تسوى مال الدنيا كله والله ابو العباس رجال طيب وغانم اي والله الغنم واصله للبيت ما يعترف لا سياره ولا شيء لا دري عشت ابو عبد الله يا شباب ما شاء الله تبارك الله زينه تراها عاليه خشنه الصلاه والسلام على رسول الله بسعد اي نعم بدايه عشر اي نعم ما شاء الله تبارك الله كويسه فيني يعني فريت سنها ما شاء الله السنه الماضيه كانت قرقوره هذا سوقنا اليوم يا شباب الله يجزاكم الخير ويعطيكم العافيه لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب سوق المواشي في سوريا اضغطوا لنا على زر الاعجاب وصلونا 100,000 مشترك لا تأخذون على القطاع اللي صار مبارح والله يعني تعطلت معنا السيارة وتفشكلت معنا الأمور ما نزلنا على السوق نعتذر منكم إن شاء الله نستمر معكم حتى إشعار آخر هذا أبو حمزة يحييكم من سوق المواشي في سوريا وإلى لقاء غادم هيا الله دم بخير